اليوم موضوع رندا ببالانس عن المشروم أو الفطر أو الشامبينيون، ولكن مثل ما عودتنا عندها خبريتها اليوم. صباح الخير رندا. صباح النور، كيفك ستيفاني؟ نحن منفكر إنه المشروم مثل شيء ما بنصح منيكله بس لهيك، هل له فوائد؟ أكيد أكيد له فوائد، واليوم رح نحكي عنه ورح نحكي كم خبرية مهضومة كمان عنه. cool. بس خبريتنا قبل، هلا بتعرفي بأمريكا هو الناشونال مانث، الشهر للنصاحة أو الأوبيزيتي عند الأولاد، وكتير عم يهتموا إنه بهذا الموضوع، ودايما خصوصا بسبتمبر أول فوتة المدارس وهيك. مدام أوباما كتير كمان بتهتم بهالموضوع، كتير بهم هذا الموضوع. أوقات بتكون عم تحكي شيء معين دغري ما له علاقة، eat your vegetables، كله الخضرة كله الفواكه عندكم، فهذا كتير مهم عندها. هلا فمن هون عم ينعمل ابحاث كثير طبعا، والبحث اللي هلا انشغل عليه انه هل مزبوط نحن وقت نكون معصبين بدنا ناكل جانك فود، وهل في شيء ليش نحن عم ناكل او سكر كثير او الفات كثير. هلا اول شيء نحن بنعرف انه اوقات اشخاص بياكلوا لانه غيرهم قاعدين عم ياكلوا بيستحلي، اوقات بنحضر دعايه معينه هالشيء بيجذبنا انه نكون عم ناكل. صح، مايك حق 100%، صح كثير بنشتهي 100%. هلا ولكن اوقات الاشخاص بيكونوا معصبين او حاسين حالهم مش محبوبين او حاسين حالهم هيك ضعاف، اكزاكتلي بيلتجوا لاكل الجانك اللي هو كثير فيه دهنيات وسكاكر. هلا هون تبين انه هالشيء صحيح هو له علاقه بالعامل النفسي، ولكن هيدا الشيء مش بس عند الانسان، هيدا تبين انه كمان عند الحيوان. فهو بنفس الوقت كانوا عم يحطوا الفيران بستريس كثير قوي، وبعدين وقت يعطون اكل شافوا انه هن كثير عم يلتجوا للاكل وقت عم ينقوا الاكل اللي هو اكل مدهن وحتى في سكر. هلا طيب ليش هالشيء؟ هل هو بس عامل نفسي؟ اكيد العامل النفسي ما فينا نقول لا، اكيد ضروري موجود ضروري. طيب هيدا العامل النفسي تبين كمان انه مين هن اللي بيلتجوا للجانك فود؟ هن الاشخاص اللي اوريدي محرومين، لنرجع نحكي مزبوط على العامل النفسي. فالاشخاص اللي هن ما بياكلوا سكر، ما بياكلوا فات، اللي هن عم يحرموا حالهم منهم، اللي هن بركي عم يعملوا ريجيم، بركي صحيا بيحرموا حالهم منهم، بركي هن بمعتقد انه انا ما بدي اكل هالاكلات، وقت يصيروا اندر ستريس بيصيروا يقولوا لا ده انا بدي اكل هيدا، ليش بدي اكون محروم منه؟ اليوم بدي اكل. يعني ليش محروم منه؟ ليش بدي احرق حالي؟ الواحد عم يتحدى حاله. مزبوط. ومثل واحد انه هو كان محرقص كمان بانه قاطعهم كل الوقت، فهلا صار وقت انه يكون عم ياكلهم. هيدي وبياكل بلا وعي. مزبوط. يعني لما ببلش ياكل بياكل بشراهه. مزبوط. واوقات ما بيوقف. Exactly. وما بياكل قطعه واحده. مزبوط. ما بيكون عنده بالانس يعني. اوكي. ليش؟ هيدا حكينا عن العامل النفسي. طب هل في شيء بالعقل بيصير؟ مزبوط. في عنا هرمونات، في هرمون اسمه الاندوجينس اوبيويدز. الاوبيويدز يعني من كلمة الاوبيوم كمان. سو هن هول النوع من الهرمونات سموا هيك لانه هن هول ادكتيف هرمونز، بخلونا نصير ادكتس على هالاكل. هول الاوبيويدز امتى بيجوا بالدماغ؟ بيجوا وقت يكون مثلا في ستريس اليوم واكلت كثير جانك فود، بيصير عندنا هالريليشن بالدماغ انه كل مره بده يكون في ستريس الاوبيويدز بتصير تطلب هالجانك فود، بنصير ناكلها. مشان هيك كمان اوقات تنتبه انه احنا بناكل نفس الاكله. صح، عرفتي؟ يعني اللي بيطلب شوكولا همبرجر شيبس. مزبوط. صح. فهون اكتشفوا هول الهرمونات اللي مبينين. هلا في هرمونات تانيين اللي هن البيبتايدز واي، اللي هن بيجوا هول كمان. هالهرمونات كل ما هن يكونوا موجودين ويكتروا بخلونا نحب او ناكل فات او ناكل كتير سكر. فهول اثنيناتهم بيعلوا بالدماغ وعم يخلوا الشخص انه يكون عم ياكل اشياء الجنك مع الشخص اذا كان هو محروم اصلا. فإذا هون في عوامل، أكيد في عوامل بتشتغل بالنتيجة. هي هيدا هو ريسيرش، بس هل نحن بنقدر نعمل شيء؟ دائما عم نحكي انه نحن بنقدر نعمل، بس بالنتيجه اللي بدنا نعمله قد ما بوقتها شو لازم نعمل ليصير عندنا كنترول يعني على حالنا، بدل ما ناكل مثلا همبرجر ناكل نصه. كنت عم بقرا ارتكل هيك، مشان هيك ضحكت، بيقول اكيد بوقتها ما راح نجيب كتاب شعر ونقعد نقرا لنكون عم نرتاح، اكيد بدنا نكون عم ناكل. فانا بوافق على هيدا الراي، يعني بوقتها ما بتكوني بمود قلك انه روحي اعملي سبور
اما روح اظهر من البيت، ما انت اصلا مودك ما رح يكون واحد هيك. مثلك كانه عم يعمل انكيه بحاله يعني مزبوط. عن جد غريب مزبوط. غريب السنساسيون يعني مزبوط. كيف الواحد بيعملها وبعد هو للجلت فيلينج اكزاكتلي. فمشان هيك انا نصيحتي من وراء خبرتي هيدي بتقول انه كيلو بس التجو مثلا لنقول نحن دائما بنرجع على شيء هين انه كيف البوب كورن اذا كان اير بوب فينا ناكل منه كميه كبيره وبقرقش وبيساعدنا، نلتجي لاشياء هيك البزر فينا كمان نحن وعم نفقيه يكون عم بيساعد، هول الاشياء هي منا مؤذيه للجسم بنفس الوقت هي بتقدر تعطي ساتسفاكشن. يعني انا ما راح اروح اكلي خسي كمان انه فناخذ الاشياء اللي هي اخف ضرر ونفسها لكن بوب كورن بوب كورن والبزر هن اكثر تشويسز. البزر اللي واحد بده اياه دائما نجيبه نص ملح حتى كمان ما يعمل بلوتين. وخلص بوقتها بدي اكل كيس بدي اكل كيستين اكلهم فشخ الافيون ما راح يضروني يضروا جسمي بالنتيجه. أوكي. كمان هولي لكن لازم تخبيهم بالخزانه يكونوا موجودين على طول 100%. فهيدي خبريه. هلا لا نرجع على موضوعنا وما بعرف ستيفاني اذا بنذكر المشاهدين انه في اذا اكيد يتصلوا على 0444444. نحن دائما هون بدنا نلبي كل اتصال يعني وكل سؤال شو ما كان كون عم نجاوبه، ودائما كمان في اتصالات معنا فيهم يكونوا عبر الويب سايتس تبعولنا والفيسبوك تبعولنا او تبع الام تي في على الاكيد. هلا المشرومز قصه طويله عريضه لانه الفطر في عندنا 14,000 نوع من الفطر ولكن منهم كلهم بيتاكلوا تقريبا 3,000 نوع منهم مسمين مزبوط هو 1% منهم مسم. 3,000 نوع هو اللي بيتاكل و700 نوع هو اللي بيستعمل كعلاج جسدي كميديسن يعني او هيك. هلا بناس بيعتقدوا انه المشروم وقت نحكي عن الفطر بيعتقدوا انه هي نوع من الخضره، في ناس حتى بيقولوا انها هيرب اما نوع من الاعشاب، وبالحقيقه هو نوع ثاني اسمه فانجس، ولا انه خضره ولا انه هو فواكه، ولكن لانه في صفات هلا بنحكي بالنيوترينتس تبعوله قريبه شوي من الخضره مشان هيك غذائيا معقول نكون عم نقول انه هو نوع لانه بنستعمله كثير بالاكل كمان مزبوط. هلا نحن فيها شيء حبه المشروم مهضوم انه هي محل ما بتكون مزروعه بتمص كل شيء من حواليها، يعني اذا مزروعه بارض فيها كثير لنقول سيلينيوم بتكون المشروم معبيه سيلينيوم، اذا مزروعه بارض او مش مزروعه هي طلعت بارض بيكون فيها لنقول البوتاسيوم بتكون معبيه بوتاسيوم، اذا تعرض بمحل هي معرضه للشمس بيكون فيها فيتامين دي كثير، فهي بتمص كل شيء حواليها، هيدي الشغله. ومشان هيك البويزنس يعني حتى اذا الارض كانت ما منيحه كمان رح تمص اشياء هي منيحة. هلا طبعا نحن ما بنعرف وما بنعرف انواع الاشياء السامه مشان هيك انا اللي عم مارك بيروتي بخبرنا اكزاكتلي عنه. كان بدي اقول انه هولي مارك بخبرنا عنهم. هلا نحن عندنا عده انواع من المشرومز ولكن اكثر شيء الموجود بالسوق عالميا اللي بناكله هي اللي لونها ابيض اللي هيك إلى راسه شامبينيون دو باري مزبوط هولي اسمهم أجاريس المشرومز. وكنا عندنا كمان المشرومز أوقات بنستعملهم اسمهم بورتابيلو هولي الكبار بورتابيلو صح أسود لون اكزاكتلي هلا هن الكبار اللي هن طعمتهم شوي أقرب أقرب من اللحمة منا من التانيين صح ولكن هو المشروم وقتها تطبخيها بتعطي طعمه اكثر، يعني اوقات نحن عنا عاده ناكلهم نيين واكيد بالسلد ناكلها ني، بس وقتها نطبخها بتصير تعطي طعمه اكثر هي مزبوط مثل ما قلنا بتكون بالسلد او بتكون بالشوربه او فينا نطبخها بالاكلات او فينا نعملها جريلين كمان بحيلا طريقه بتقدر تتاكل. هلا مش بس هي رح تكون اقوى ولكن كنا عم نقول مشروم بتمص كل شيء حواليها كمان شو ما عم تحطي هيربس شو ما عم تحطي صوصز بقلب هيدي بتاخذ بتمتص الطعمه اكزاكتلي مشان هيك وقتها تاكليها بيكون عندها هي طعمتها الطيبه الطعم اللي امتصتها والتكستشر تبعولها كمان بيكون طيب مشان هيك المشروم هي اكله طيب انه واحد يتعود عليها ويكون عم ياكلها. هل فيها كالوريز؟
اهم سؤال بالفعل مهم، والمشروم اكيد فيها كالوري، ما في شيء ما في كالوريز غير المي تقريبا والاشياء هيك، ولكن الكالوريز اللي فيها كثير قليله. شو يعني؟ يعني نحن كل 1 كوب اللي هو بيطلع تقريبا 70 جرام اذا بدنا نشوفه بالجرامات، بيحتوي على 15 وحده حراريه اللي هي كميه كثير كثير قليله. فالمشروم من الاشياء، هلا انا بحكيكم على البوب كورن بنلقمش فيه والبزر، ولكن انا من الاشخاص اللي بتلقمش كثير بلقمش فطر. فهي وحدات حراريه قليله. بعدين بهول الوحدات الحراريه 10% منهم من المشروم اللي هي ناشفه هن فايبرز او الياف. فاذا هل اذا اكلناها بتمتص قصص من جسمنا كمان؟ لا، حلو كثير هالسؤال. لا ما بتمتص، بالعكس هي بتعطي. وهلا اللي بتعطي. هلا اللي بدنا نحكي بعد شوي قديش بتعطي، بس لانه في كثير اخبار عم بحكيهم خطوه خطوه. فهون 15 وحده حراريه فيهم 10 جرامات من الالياف. فاذا عم نعمل رجيم كثير منيحه للرجيم، بيرفكت فود اكزاكتلي، لانه فايبر بينفش بيعبي وبنفس الوقت وحدات حراريه قليله. هيدي من ناحيه. من ناحيه ثانيه كمان المشروم بتحتوي البوتاسيوم، ودائما بنحكي على كل شغله ما بتحتوي صوديوم الملح وبتحتوي بوتاسيوم، هيدي شغله بتكون كثير منيحه لمريض اللي عنده ضغط مرتفع. فاذا هي بتحمينا كمان من ضغط المرتفع. هلا شغله ثانيه بالمشرومز، هلا البورتابيلو هو المشروم اللي فيه شغلتين كثير عاليين. اولا كل وحده فطر منهم لانه كبيره اكزاكتلي بتحتوي بوتاسيوم من قد موزه او من قد كاب اوف اورنج جوس. فاذا كميه البوتاسيوم منيح للكرامب كمان 100%. فاذا للرياضيين كثير منيح، كثير منيح للي عندهم مشاكل بالقلب. فاذا كيف نقول كيلو موزه والعالم عوده تاكل موزه عند الصبح؟ صح. اللي برجع بقوله انه مش ضروري تكون عند الصبح، فينا ناكلها بحيالله وقت. وفينا اذا الموزه مش متوفره اليوم في عندنا مشروم او فطر، فينا نكون عم ناكل فطر كمان بيحتوي البوتاسيوم. فهيدي شغله منيحه. يعني كل فطر بورتوبيلو قد فيه بوتاسيوم قد الموزه 100%. اوكي، موزه صغيره مزبوط. هلا نحكي شغله ثانيه بالفطر، كمان في عندنا الفيتامين بي. بالفيتامين بي دائما وقت يكون موجود هذا الشيء عم يعطينا نحن طاقه. فكمان برجع للرياضيين، مش بس عم تعطي بوتاسيوم هون، عم تعطيهم كمان مصدر للطاقه اللي هي كثير مهمه من الثيامين والنايسين اللي هن هول فيتامين بي اللي كثير مهمين ليعطوا طاقه للجسم. وبنفس الوقت الفيتامين بي نحن بنعرف بيعطي طاقه وبيريحنا بنفس الوقت، فبتكون عم تعمل دبل افكت هون. هلا الشغله الثالثه اللي كثير مهمه انه هي بتحتوي بالمشروم نحن عم ناكل 20% من الكوبر، كوبر او النحاس. هلا الكوبر شغله، اولا اذا انا جمعت كوبر مع حديد بيقدر الجسم يمتص الحديد بسرعه كثير كبيره. فللحديد اللي عنده انيميا اكزاكتلي منيح للي عنده مشاكل بالقلب لانه هي كثير بتريح القلب، ومنيح لمريض السكري. المشروم لانه خلينا ناخذ اتصال من جوزيان. الو الو بونجور، صباح الخير، تفضلي. كيفنا؟ لك شيري، بدي اسال دموزيل معي، شو هي الاكلات اللي لازم نمتنع عنها وقت الهبات تبع المنوبوز، وشو هي الاكلات يلي لازم ناكلها؟ هيدا سؤالي. ميرسي. وكمان في اتصال سال اذا الدايت سوداز يلي بناخذهم، هل اذا دايت بنصحه؟ طيب سؤالين حلوين. رح احكي على الدايت سودا اذا بتنصح. بالحقيقه هي ما بتحتوي وحدات حراريه، فانا اذا بدي اخذها اليوم انا عم بتعشى اخذت تانكي لنقول او كبايه، بعد يومين ثلاثه اخذت، لا ما بتنصح وكثير منيحه. هلا دراسات الجديده اللي عم نشوفها هي مش على الدايت كوك، هي على او الدايت بيبسي او الدايت كل هول السودا، هي عن كل شيء محطوط بقلبهم السويتنر المحلي، اللي هو بالدراسات عم يبين انه الانسان اللي كثير عم يعود حاله على السويتنر عم مش بس منه منيح، عم نحكي اذا بينصح عم يعود حاله على طعمه السكر بيرجع بجوع عم يجي على باله ياكل حلو. فهيدا هو الكويشن مارك. بس اذا بدي جاوب كثير هيدا هي ما بتنصح.
هلا لكن المينوبوز، المينوبوز اكيد عندنا كثير خبريات كرمال الهبات. اهم شغله، اهم شغله ما بدنا ننصح، يعني قبل ما بلش احكي عن في اكله منيحه اما لا، المهم اذا انا زايد وزني لا بدي خفف بالوزن. حيالله نص كيلو زياده وزن هالشيء رح يؤدي لعبئات زياده، واحد كمان وحده كمان تهرق وهيدا. فاذا ما بدي يكون عم بنصح. ثاني شغله، العبئات كمان بتجي نحن هون في تغير هرموني، ونعرف نحن انه الرياضه بتساعد كثير بهالتغيرات الهرمونيه حتى تكون عم ترجل جون. فهون مزاوله الرياضه شغله كثير كثير مهمه قبل ما بلش شو هن الاكلات. هلا الاكلات اللي هي اصلا بتضايقنا مثل الحر معقول يعمل عبئات، المقالي معقول تعمل عبئات، الشيء اللي نحن ما بنهضمه، يعني لنقول انا شخص ما بهضم المقالي رح تعمل لي عبئه، شخص الشخص الثاني توم، الشخص الثالث بركي البروكولي ما قادر يهضمه، فكل شيء هون ما عم نقدر نهضمه. هذا شيء عم يعمل او يلي بيعطونا بلوتين 100%. هلا من ناحيه ثانيه الاشياء اللي كثير منيحه هي الاشياء اللي مليانه بالالياف، هي الاشياء الفواكه والخضره دائما والصويا، هول اهم اربع اشياء كن انا عم باخذهم بهيدي الفتره. خلص وقتنا رندا. مش مشكلة، وما خلص حديثنا عن الشامبينيون. بكرة؟ بمرة تانية، يمكن يكون بكرة نقدر نكمل عنه، ليش لا؟ اوكي، بنشوفك بكرة، لكن رح نكون سوا. انا راد، مشاهدينا وقفة ومنتابع لايف.